وهذه الأقوال كلها يمكن أن تجعل قولا واحدا، وإنما اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. فالإسلام يتمثل في هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه رضي الله عنهم. فمن تمسك بكتاب الله فقد طبق الإسلام الصحيح، ولا بد من أن يكون على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه. ومثل هذا ما روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الصراط بسنته عليه أفضل الصلاة والسلام. وإنما ذكر القرطبي عن الفضيل بن عياض أنه فسر الصراط بطريق الحج، وقال هذا خاص والعموم أولى. وذكر عن سعيد بن جبير أنه فسر الصراط بالطريق المؤدي إلى الجنة. وقد وجدت ابن جرير في تفسيره يعزي هذا القول إلى أهل الغباء، ويقول بأن إجماع المفسرين من الصحابة والتابعين على خلافه يدل على بطلان. وإذا ثبت عن ابن جبير فهو أحد كبار أئمة التفسير من التابعين، ولا ريب أن كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ومنهاج أصحابه والإسلام الذي يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من ذلك شيء واحد يؤدي إلى الجنة. ومن الغريب أن الفخر الرازي خطأ تفسير الصراط بكتاب الله وبالإسلام، محتجا بأن الصراط قد فسر من بعد بصراط الذين أنعم الله عليهم في قول الله سبحانه صراط الذين أنعمت عليهم، وهؤلاء قوم غابرون ولم يكن معهم الإسلام ولم يكن معهم القرآن. والذي يقوله أمر غريب، فإن الدين الإسلامي دين مشترك بين هذه الأمة والأمم الماضية التي اتبعت أنبياءها. فالله سبحانه وتعالى يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ويقول سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ويقول سبحانه وتعالى عن إبراهيم وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ويقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآيات كلها تدل على أن الدين الإسلامي دين مشترك بين هذه الأمة والأمم الغابرة، وأن جميع الأنبياء إنما جاءوا بالإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع هدي جميع الأنبياء. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يهتدي بهدى النبيين المتقدمين من قبله.